يسعد أوقاتكم. رح نحضر مع بعض اليوم كفتة بطحينية بطريقة سهلة وبسيطة، ورح نتعلم تحضير صوص الطحينية بقوام كريمي وبطريقة ناجحة. عندي 500 جرام من اللحم المفروم، أنا خلطت بين الخروف والعجل، هيك بيعطيني تراوي أكتر للحمة. رح أبدأ بإضافة البقدونس، عندي ربع كوب من البقدونس المفروم ناعم، ورح أضيف واحد بصلة مفرومة ناعم. وبالنسبة للبهارات رح أكتفي بنص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وواحد معلقة صغيرة من الملح. رح أعجن هالمكونات كتير منيح لحتى أتأكد إنه البقدونس والبصل توزع داخل اللحمة بشكل منيح. وهيك لحمة الكفتة صارت جاهزة، عجنتها كتير منيح. هلأ خلينا ننتقل للمرحلة اللي بعديها باستخدام أي صينية بتفوت على الفرن. أنا حبيت بوصفة اليوم أستخدم الصينية الفخار، أو ممكن تستخدموا بايركس أو أي صينية بتفوت على الفرن. هلأ رح أخذ قطعة من الكفتة وأبدأ بتوزيعها بقاع الفخارة بسماكة تقريبا 1 سنتي، ما بدي اياها كتير رفيعة. بحاول اساوي سطح الكفتة لحتى تكون متساوية وقد بعض. اذا حسيتوا انه اللحمة عم تلزق ممكن نبلل ايدينا بشوية مي ونفرد فيها الكفتة داخل الصينية. ممكن كمان اذا ما حبيتوا تفردوها ممكن تعملوها على شكل كرات، بس لجمالية الطبق بحاول اعمل هاي الخطوط باللحمة. وهيك صار عندي الكفتة جاهزة لحتى أفوتها على الفرن. رح أدخل الفخارة على فرن محمى مسبقا حرارة 180 على الرف الأسفل، حرارة من أسفل فقط لحتى تستوي اللحمة تماما. وهيك بعد ما استوت الكفتة وطلعتها من الفرن، إذا انتبهتوا إنها شوي كشت من الأطراف وهذا إشي طبيعي. لحتى نحضر صوص الطحينية أنا بحاجة لنص كوب من الطحينية، ورح أضيف عليها 1 عصير ليمونة. أول شي رح أكتفي بالطحينية والليمون. بهاي المرحلة رح أحرك المكونات على البارد من دون غاز لحتى أحس إنه الطحينية بلشت تجمد شوي. هاي الحركة جدا ضرورية لحتى ما تفصل معاي الطحينية. هلأ رح أضيف 1 معلقة كبيرة من اللبن الزبادي وأرجع أخلط. وهلأ رح أضيف 2 كوب من الماء البارد وأحرك لحتى تتجانس. ومجرد ما حسيت إنه الطحينية بلشت تدوب أو دابت بالمي تماما، آخر شي رح أضيف 1 معلقة صغيرة من الملح. هون بتكون جاهزة لحتى أشعل الغاز وأستمر بالتحريك لحتى تبدأ تغلي. وهيك بعد التحريك لمدة تقريبا 8 دقائق بلشت الطحينية تغلي عندي وتصير كثيفة نوعا ما. هلأ رح أرفعها عن النار. هلأ رح أبدأ بترتيب حبات البطاطا وقليتها لحتى أخذت اللون الذهبي واستوت استواء كامل. وحبيت أضيف قرن الفلفل الأخضر الحار، هيعطيني طعم كتير طيب. وآخر شي رح أضيف خليط الطحينية اللي حضرناه فوق البطاطا والكفتة لحتى يغمر البطاطا بشكل كامل. برجع بدخل الصينية على الفرن لحتى تتحمر من الأعلى، تقريبا رح تاخد 10 دقايق. هلأ إجا وقت ندوق ونجرب وصفتنا مع بعض. خليني أقطع قطعة من الكفتة مع شوي من البطاطا، خليني أحط عليها شوي من صوص الطحينية. شوفوا كيف اللحمة مستوية من جوا ولونها كتير حلو، وصوص الطحينية كتير متجانس وكريمي. جربوها وألف صحة.